المسرح الروماني بالأسكندرية في كوم الدكة، هو أحد آثار العصر الروماني، وقد أقيم في بداية القرن الرابع الميلادي، وظل يستخدم حتى منتصف القرن السابع الميلادي. وعبر تلك القرون مرت عليه ثلاث عصور، وهي العصر الروماني والعصر البيزنطي والعصر الإسلامي. اكتشف هذا المبنى أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر في عام 1960 ميلادية بواسطة البعثة البولندية، وأطلق عليه الأثريون اسم المسرح الروماني عند اكتشاف الدرجات الرخامية. ولكنه أثار جدلا كثيرا حول وظيفة هذا المبنى الأثري، وقد استغرق التنقيب عنه حوالي 30 عاما. كما اكتشفت بعض القاعات للدراسة بجوار هذا المبنى في شهر فبراير 2004 ميلادية، وأصبح من أهم اكتشافات القرن العشرين. والمبنى مدرج على شكل حدوة حصان أو حرف يو، ويتكون من 13 صفا من المدرجات الرخامية المرقمة بحروف وأرقام يونانية لتنظيم عملية الجلوس، وأولها من أسفل من الجرانيت الوردي، وهو من الأحجار القوية، ولذلك استخدمه المهندس الذي بنى المدرج كأساس لباقي المدرجات. ويوجد أعلى هذه المدرجات خمس مقصورات، لم يتبقى منها الآن إلا مقصورتين فقط. وكان سقف المقصورة ذو قباب تستند على مجموعة من الأعمدة، وكانت وظيفتها حماية الجالسين من الشمس والمطر، ولكنها سقطت نتيجة الزلزال القوي الذي تعرضت له الأسكندرية في القرن السادس الميلادي. وتتسع المدرجات لاستيعاب 600 شخص تقريبا. ويحتوي المسرح أيضا على جدار سميك من الحجر الجيري يحيط به جدار آخر ليسندان المسرح، وربط الجدارين بواسطة مجموعة من الأقواس والقباب، ويمثل الجدار الخارجي دعامة قوية للجدار الداخلي. ويحتوي المسرح على صالتين من الموزايك المزخرفة في المدخل الغربي. ويحتمل أن هذا المسرح قد استخدم في العصر الماضي كقاعات للمحاضرات والاحتفالات، وصالة للاستماع للموسيقى، كما استخدم كصالة اجتماعات في العصر البيزنطي. وهناك بعض الآثار التي تعرض حاليا داخل المسرح الروماني بالأسكندرية، وهي بقايا أعمدة من عصور مختلفة، ولوحة عليها تصوير للملك سيتي الأول، وتمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة أبو الهول، ولوحة عليها رأس البقرة. وإلى اللقاء مع معلم آخر من معالم الأسكندرية.